ديزاينز مع جمانة، ومثل ما شايفين مشاهدينا أو رح تشوفوا الديكور تغير حتى بفكرة ديزاينز، بس الديكور هو مؤقت فقط لنهار واحد فقط لهلا. بس الشباب كثير حبوه بدي أقول لك، وعم يقترحوا أنه يضل لقليلي هالكوان لهم. مين في ما يحبوه؟ كثير حلو. وين كاميرا؟ مين في ما يحبوا هذا الديكور؟ شيء بياخذ العقل. اليوم عنوان حلقتنا هاو تو ورم اب، كيف بنخلي الصالونات عنا تبين دافية. كنا حكينا هيديك الجمعة عن غرف النوم، كيف هن الأفكار وشو هن الأشياء الأساسية اللي لازم نعتمدها لنعطيها هالجو الدافي والكوزي. اليوم رح ننتقل بالصالون، ولهالمناسبة أنا قررت أجيب معي كل شيء كل شيء كل شيء، يعني يعني مش فكره، صوره كامله exactly. وكل التفاصيل وكل الاكسسوارز كمان موجوده، صح، يلي هي كثير اساسيه لحتى تعطينا هالجو الدافي من دون ما نفوت بتغييرات كبيره. هيدا الشيء اللي دائما انا بصر عليه، انه ما حدا يخاف من بادجت، ما حدا يخاف من ورشه، باعتماد اكسسوارات صغيره وقطع موبيليا صغيره ممكن التغيير الكبير دائما انه يحصل. لما سمعنا جمانة اجواء دافيه، في الوان كنا متوقعينها وموجودة بجزء كبير من الديكور، والوان ما منتوقعها لأجواء دافية، رح تشرحي لنا انت بعد شوي. صح، يعني منها هي الرمادي رولا وهالالوان يلي واحد بيقول كيف بدي اخلق دفى بوجودها. انا رح اقترح عليكم انه نبلش بكم صورة وبعدين بننتقل للسيتنج الكامل يلي موجود معنا وبنحكي عنه اكثر بالتفصيل. رح نجرب نمرقهم شوي بسرعه للصور بس لحتى احكي عن الجو العام وننتقل لهون. هلا بهيدي الصوره مبين معي كمان صالون كامل، هون ببين اهميه البلاد، اهميه السجاد، الاكسسوارات الكتيرة، يعني يبين عندي هالجو اللي نوعا ما معجقة عجقة إيجابية حلوة بيدخل عند الإنارة. الإنارة كل ما في عندي سايد لامبس واندايركت لايتنج كمان بيعطي هالجو. طبعا إذا كنا من المحظوظين يلي عندنا شمينات دايما النار بيعطي هالدفى، شيء طبيعي. وإذا مش موجودة ممكن نستعيد عنا باستعمال الشموع بنسب كبيرة. الكوبر يلي هو النحاس كمان مادة أساسية فيها كتير من الريفاينمنت والألغنس، وكمان إذا نقينا أكسسوارات معينة بلون النحاس ممكن تضيف هالجو الدافي. يعني هون مثل ما كنت عم تقولي رولا، حكينا عن الألوان الرمادي بإضافة هالكوبر هاللون ما منتوقع نجمع بين هالألوان أو هالمواد، وإضافتهم إجت كتير بمحلة لأنه بتعطي الدفى وبنفس الوقت بعده الجو العام very modern. بدنا نجرب نشوفهم شوي اسرع الصور لحتى لحق احكي عن الصالون موجود معي هون. البلاد اضافه الحريم الصوف او المخمل او اللي مصنوع من الباتش ورك مضبوط على اي قطعه، ان كان فوتاي كرسي مثل ما هيدا نسميه ثرو، يعني مثل اسمه من بس من الاحوال وين ما كان ثرو بتكبيه وخلص ضروري يكون مرتب يعني النتيجة. بس بنحطه 100%. هيدول الصور يلي بتبين اهميه الشموع. هون فتنا اكثر تفاصيل الأكسسوارات والخشب والقصص الخشبية والأوزية. كمان إذا ما في شميني أو حتى إذا في شميني، إضافة الشموع على صينية واحدة والتشكيل بالألوان كتير حلو، وحتى بالأشكال من ناحية القياسات، يعني شمعة صغيرة قصيرة طويلة ممكن تكون مربعة مبرومة، قد ما بدكم زيدوا على صينية بيعطي إفي بجنن. الخشب، الخشب مادة طبعا ما في لزوم لكم أنه من أكثر المواد اللي بتضيف الدفء على الصالون. وأنا اليوم بحلقة اليوم مش بس بدي أحكيكم عن الأكسس لبل عن إضافة المفروشات لقلب الصالون أو لزيادات من المفروشات، أي ماتيريالز نستعمل وشو هن لحتى يضيفوا هالدفع. هاي المراية شو؟ هيدي مثل اكشلي هي مثل لوحه قماش رولا كانه مضويه، او هيدي الضوء عم بيعكس عليها، هيدي الضوء عاكس عليها وعاطي هيك هالجو الريستيك. كمان مره بنشوف الثرو، التاولات الخشب، السايد تيبلز. سو هيدول هن الافكار الرئيسيه الكبيره يلي حبيت ضوي عليها. بعد في عنا صور ياي،
خلصوا. جينا رجعنا على الصالون، رجعنا على الصالون. نستفيد من وجود هالديكور، خبرينا. أنا كثير مبسوطة، أول شيء بدي أشكر ومتحمسة. مبسوطة ومرتاحة. يعني واحد بده يقعد وما بده يفل قد ما الأجواء حلوة، هلا مع اقتراب الشتاء أنا صار طالع على بالي تشتي وتبرد لحتى تحسوا معي أكثر عن الشيء اللي عم بحكي. كيف ما كان الصالون عندكم؟ شو ما كان الديزاين المعتمد؟ إن كان أسلوب مودرن، إن كان أسلوب كلاسيكي، شو ما كان الأسلوب؟ بزيادة هالإضافات، يعني ممكن مرات نغير الكوفي تيبل يلي موجودة بالنص. بهيدي الحالة بليز نقوا شي خشب، يعني إذا بدنا نحن نضيف أو نعمل جو شتوي، أو ممكن مش على الصالون الرئيسي غرفة قاعدة، أو يلي انتم بترتاحوا فيه، المكان اللي انتم بتعيشوا فيه اكثر شيء، نقوا طاوله كوفي تيبل خشب بتضيف كثير دفء. انا حبيت نقي لكم كمان البنش، البنش يلي هو البانكيت، القماش تبعها يلي هو نوع من جوت كولور غريج، الغريج يلي هو من الاقمشه الشتويه كثير، يعني هيدا الخشن، يعني نشوفها بجاكيتات وكبابيت 100%. الخشونة بالقماشة بتعطي هالدفء، الميلانج تبعها مع الخشب كتير حلو، الفراغ يلي تحت البانكيت حتى أنا مستفيدة منه لحتى ضيف الصناديق الملونة، وهون كتير مهم نحكي إنه إضافة صح، إضافة تاتشز من الألوان من خلال الأكسسوارات كمان كتير شغلة حلوة. هالصناديق مصنوعين من الحديد الميتال المعتق، عاطين جو رائع. رح أحكي بالأول عن القطعة الكبيرة نوعا ما من المفروشات، البوفات، ما بعرف إذا فينا نبينهم، يعني هدول البوفات اللي مبينين معي هون، شو متطلبة جمانة ما تفخزوني، أو بركي ببينوا بعد شوي. هيدا بو دو فاش، بمجرد ما نشوف هيدا النقشة 100% بيعطي عندي هيك هالجو من التلج من الشاليات. سو يلي هن هولي هيدا بتعرفي مودرن تاتش مقارنة ببقية القطع اللي جبتيهم. هدول وين ما بتحطيهم رولا بيمشوا، إن كان حد سالون كلاسيكي أو مودرن كله بيمشي. أنا كتير كمان بحب ركز على الأرم تشيرز يلي قاعدين عليهم أنا وياكي. هيدا وقتها بدي زيد أنا على أي سالون، من قد ما يكون مكون من قطع، بس زيدهم هيك بشكل كورنر لحالهم، أو يمكن قطعة واحدة تزيد عليها الثرو مثل الأرم تشير يلي أنت قاعدة عليها. غيرنا الأجواء. غيرت الأجواء كليا. إذا كمان البيبليوتيك، البيبليوتيك مع إضافة الأكسسوارز بتعطي كل الفرق. وبهمني أقول وهيدي قلت قبل وأتذكر اللي عم بيشوفونا، إنه المزيج بين الحديد والخشب كتير كتير دارج، بين مودرن وكلاسيك كتير دارج بالفعل، وبيعطي أجواء دفء، وبنفس الوقت منكون نحن ماشيين إذا بدك على المودة اللي تندانس دو ديكور. هيدا حكيت فيها أول 2016 ومكملة معنا هلأ هيدي التندانس، خشب وحديد. إضافة الكتب يعني هون مبين عنا هيك دي ليفغ ديكوراتيف، بس أكيد نحن بالبيوت عنا كتير من الكتب يلي منطالع فيها. بليز أنا ما بحب شوف أي بيبليوتيك من دون كتاب، يعني في كتير بيوت بتفوتي لها بتشوفي بس صور وأواني معينة. ما بدنا ننسى أهمية الكتب بقلب البيبليوتيك للعرض وللقراءة وللاستعمال، إضافة للأكسسوارز الباقية، إن كان أواني إن كان صور إن كان بيدخل معي كمان مرة الكوبر والحديد. الحلو بهيك قطع جمانة أنه بتقدري أنت تتحكمي بالأكسسوارز حسب الموسم، يعني بتبقى القطع الاساسيه وفينا نغير الاكسسوارز حسب الموسم، في اكسسوارز صيفيه وشتويه نفس هيدي يعني بتتبدل 100%. هيدي القطعه نفسها بالصيف ممكن نستبدل القطع يلي بقلبها بالوان افتح، ابيض اوف وايت، ازرق، تركواز، كلهم رح نرجع نمرق فيهم هدول. والبوفيت يلي عندي من ثاني ميلي هيدي الالوان اللي ما كنت انا بتوقعها مثلا للشتويه تاخذ هلا. البوادروز كمان كثير كثير دارج، كثير ان الميلانج حتى بنيوانس الالوان، يعني كله عم تقشعي عندي كليلا بوادروز روز، كتير متجانسين مع بعضهم، وبنفس الوقت بيكسروا المونوتوني تبع الجريج والبيج واللون الخشب. لحتى نختم كمان بحب أذكركم بالأكسسوارات يلي على الطاولة والسايد تيبلز يلي هن كتير مهمين، خشب وحديد. الشموع قد ما بدكم زيدوا شموع، قد ما بدكم ضيفوا شموع. الشموع بقلب صينية مثل ما سبق وذكرت حلمين، كويرز السنوبر
نهار احد عم تظهروا انتم والولاد، خليهم يبرموا ويكموا ويجمعوهم وحطوهم داخل الصالون تبعكم. عن جد حتى اذا ما في شوميني عندكم اجواء مميزه ودافيه وعن جد حلوه. كثير حلو الجو جمانة، كان ناقص بس تيجي لابستي لنا شيء شتوي. عن جد ما فكرت فيه، اعطيني كنت كملت الفكره فرح نختم مشاهدينا. خلص انا رولا انا ما بحب زعلي. صوره مقنعة أكثر. هاي صرنا كامبينج هلا. لا لا شتي هلا رعد وبرق برا وعشنا الجو. كثير حلو، فوتينا بأجواء الشتوية من هلا. بشكرك جمانة وبنشوفك إن الله رد الأسبوع القادم مع أفكار جديدة. بريك مشاهدينا ومنكمل مع رولا كادي ضمن فاشينيستا.